حاجة بسيطة. حاجة كده. فأنا هداريها شوية أبيض أهو عشان نبقى إيه فاهمين أول بأول. فرشة أبيض كده. فرشة أبيض من ده. فرشة صغيرة. الغلطة عشان ما تبقاش كده. فيصغر معايا إيه؟ المسطح الإيه؟ الأفق. لازم يصغر كده. تمام؟ لازم يصغر. ماشي. ده خط ايه؟ خط ايه رد علي؟ افقي. ده افق. افقي. اللي هو ايه؟ الطوبة اللي فوق الطوب. ده خط ايه؟ رأسي. رأسي. عشوائي. خدت بالك؟ الطوبة بانت من المسطح اهو. عايز ابينها من هنا؟ ابدأ اخد لها خط ايه؟ بعد. ابص لها خط ايه؟ بعد. يكونوا مطلقين. النقطة هنا اللي انا حددتها. اياه. كل دي خطوط بعدية عشان ما توش من بعض. خدت بالك؟ ايه. وابدا اخد خط الايه؟ رأس. موازي الايه؟ اضرب خط رأسي. من الرأس بتاعي. خدت بالك؟ بعد. رأس. عشوائي. موازي الدي. كده؟ بدأت تظهر معايا ايه؟ طوبة. مش طوبة. وهكذا. طيب وانا فوق بالمرة؟ ناخد الخطوط بتاعه ايه بتاعه التخفيق. مش احنا قلنا كل حاجه عباره عن خطوط خطوط التخفيق. هناخد الخط الاولاني اللي هنحدد بيه ايه التخفيق بتاعنا. التخفيق واجع وباين الطول. نقول التجسيم يا شيخ. ايه التجسيم نقول عليه ولا المحاره؟ السمك بتاع المحاره. التخفيق يعني المحاره. المحاره وجعت من الحته دي ظهرت ودي لسه سليمه. انا بحدد السليم. السليم طبعا المحاره دي على ايه؟ على الطوب. مش الطوب وبعد كده المحاره. ايوه. يبقى حاجه على حاجه اهو. ايه اللي فوق؟ المحاره. الاول بعد كده يعمل فوق. مش عايزين استخفاف. الطوب الاول. نعمل المحاره ازاي؟ نعمل المحاره قبل الطوب ازاي؟ يمكن متخيلها هو. رد عليا. نعمل محاره قبل الطوب ازاي؟ هي محار الهواء. ارجوك ما تضيعش وقتنا يا ابو محارين. هي محار الهواء. انا بقول له خليني ساكت. يلا ده بقيت التخفيق اهو من هنا. انا عملت الخط المبدئي بتاع التخفيق. احنا قلنا التخفيق ده على ايه؟ انواع. على الطوب. يبقى حاجه على ايه؟ على حاجه. تمام. التخفيق لما بقى على الطوب المفروض يبقى له سمك. تمام. مش كده؟ زي ما المايه بقت على الارض بقى لها سمك. اكيد. سمك. يبقى هناخد خطوط بعديه وخطوط ايه؟ عشوائي. وخطوط راسيه. عشوائي. انا خدت الخط الاولاني اللي هو الراس بتاع التخفيق. عايز اعمل له سمك. هبدا اديله خط بعدي. ابدا منين؟ من عند السوك. اي منعطف هاخد منه ايه؟ عند السوك. زي الطوبه برضو لما كنت اي منعطف كنا بناخد السوك. ادي من عطفه. ها هبدا اخد منه قبل ما اشد خط. اسال نفسي الخط اللي هشده ايه؟ بعد. يبقى ابص لاقرب خط بعد. يبقى المفروض اروح في نفس الاتجاه. جميل. ماشي. جميل. دي ايه؟ سوكه اهي منعطفه اهو في نفس الاتجاه دي. اوعى تخليها كده او كده. لا خليها ايه؟ كده. بالرغم من كده بقت كده. اهي. بيضحك اهو محمد نفسه على كده. فين اقرب بعدي؟ اهو. بيضحك نفسه على محمد. انت وانت قدام الحيطه بتبقى مرعبه على فكره. ما انتش عارف تايه. ما انتش عارف راسك مدد ليه. ولكن بالعلم اللي انا بقول لك عليه ده هتبقى ايه؟ فاهم وراح فين. قبل ما اشد الحيطه الصغيره ده ايه؟ اشدها كده ولا كده؟ محتار يا حول الله يا رب. لا ده انا هبص على دي الزاويه دي يعني مايله لتحت سنه. يا ابني فنان يا ابني مايله لتحت سنه. طب دي بدات تتعجل لانها في مستوى النظر. طالما الخط البعد ده معدول يبقى ده برضه معدول. اما هنا هيبدا يميل لفوق سنه. لفوق اكتر. بيميل لفوق ليه؟ عشان هيضرب هناك ده العالي. وانت عشان تريح دماغك بص لاقرب خط بعد اهو. دي تلاقيها ميلت. ده مش بعد ده هو. ميلت شويه افقي تحت سن.
وهكذا. انا بعمل الحته دي عشان تبقى انت فاهم، واوصل بعد كده الخط الايه بعضه. هي دي اللغه اللي انا قصدت نعرفها قبل ما نعمل ايه اي حاجه اي حاجه، لان انا مهمتي معاك ان انت تتعلم لغه الرسم. لكل حاجه لغه، تقرا وتكتب رسم، تقرا وتكتب رسم. لما اعلمك اللغه العربيه وتعرف تقرا وتكتب، بعد كده ايه هتحصل المعارف من خلال قراءتك، من خلال قراءتك هتتعلم بقى طب ماشي، هتتعلم هندسه ماشي، هتتعلم دين ماشي، بقيت بتقرا وتكتب. نازل بيه دهوت اهي يا جماعه، راسي عشوائي، ده راسي بعد البعد في اللي انا عم... الحته صغيره تمام صغيره، ده اللي بعد عمودي، ده اللي انا بعمله ده عمودي او راسي عشوائي لانه متكسر. عبد الرحمن اخو طبعا هنا منعطف اهو، اي منعطف يلزمه ايه خط بعدي. اه ابو جافي كلنا بجواب كملت ايه شنطه التسجيل بتاعه. طبعا ده ايه منعطف، المفروض البعد بتاعه يبقى كده. انا خدت المنعطف ده غلط ولا صح؟ غلط، لان المفروض كنت اسقط على ايه على خط البعد. لما اسقط عليه هتبص تلاقي ده وسع، والمفروض ده يضيق شويه. ده نفس الكلام اهو، خط بعد اهو، ما تجيبوش كده، ما تجيبوش كده، شايفين يا ولاد؟ اه ما تجيبوش كده، لا هجيبه على خط البعد ده. شفت الصغيره ديت خفيفه خالص اهي، خدنا بالنا منها، وابدا انزل عليه وهكذا. الخطوط البعديه لازم ايه؟ ابقى واخد بالي منها، لان في الحقيقه النظره دهيت نظره افقيه، اما النظره دهي نظره راسيه. اصل انا لقيت اللقطه بتاعتي من على الشمال فشفت ده جوي وانا ورا، انما مش هشوف دهي جوي، لان دي بقت مسطح، بقت نظره ايه نظره افقيه، اما دهيت نظره ايه راسيه. يبقى المفروض النظره الراسيه دهيت لان شايفها كده يكون اضخم من ده، فانا تعسفت وجدت تخنت. مهم جوي الحاجات ديت، مهمه جوي، هي دي المصداقيه كلها. المفروض دي ما كانش تبان خالص جوي كده، تبان ايه لما عملت الخط البعد ده وصح كده، كان هتبقى دي رفيعه كده، اما دي تخنه لانها نظره ايه نظره راسيه، فشايف راسيه ايه، انما لما مايل من هنا بقت نظرتي ايه نظره افقيه، فتبان يا دوبك سنسوح الضوء خفيف هنا كده، لان الخط البعد ده هو اللي شكل ايه مساحتي. مدركين مثل هذه الامور؟ اه دي تبقى تخين عندي، لازم المتحكم فيها ايه الخطوط البعديه الصغيره دي، الخطوط البعديه الصغيره. ده خط ايه راس. انا لما حبيت اجيب المجسم بجيبه من خلال الخط الثالث اللي هو الخط البعدي، خط الايه الثالث، واحد اثنين، عايز ادي خط بعد، هدي لي فوق كده ولا لتحت ولا لفين؟ اهو خط البعد عندك اهو، يبقى ده معاك كده، فهيبقى ميل، فلما ميل كده هيديك المساحه دي صغيره. خلي بالك الخط اللي فوق ده غلط، الخط اللي فوق اللي انا عملته ده اصلا غلط، انما اللي تحت الرفاع ده هو ايه صح، هو ده الصح، فلازم دي تبقى رفيعه، لان انا المنظر ده متصور اللي واخد لقطته اصلا وحته من هنا، يبقى الراس شايف واضح والافقي شايفه جنب مصورها من هنا، ولذلك الطوب باين من هنا ومش باين من الناحيه الثانيه. حتى العمود المجسم حقيقي انا شايفه من هنا، لكن شايفه من الناحيه الثانيه صغار ده اهو. لو انت خدته غلط هتلاقيك عملت مجسم ليه من هنا
وانت مش واخد بالك. انما هناخده صح، هناخده صح، نبص الاقرب ايه اهو كده، يبقى دي كده. فبالد ده اهي. طيب عايز اعمل خط تاني هعمله على ايه؟ مفيش خط بعد او صمم مش واضح، مش باينه. انما لو انت حضرتك قمت مايله كده هتبص تلاقي نفسك عملت خط بعد تحت كده، وده اكبر غلط. لو رسام محترف شافك هيعرف ان انت فلاح منجل، عايز منجل تروح تعيش. خدت بالك؟ ما انت مالكش في الفن، مالكش في المجال داخل وخلاص. انما لما تعمله صح بالوضع دهوت، لما واحد محترف يشوف شغلك يقول الواد ده بيفهم، الواد ده تمام. كونك انك تعرف تقيم دي لازم يكون بناء على ايه؟ على علم. يبقى اللي تحت ده غلط. طب انا الخط الصغير ده وخط ايه؟ هبص لاقرب خط ايه؟ الخط ده هو ايه؟ فاضي. هيقوم ده يبان معاك. لما نيمته ما وقفتوش جوه كده. خليت الخط البعد اهو، ما هو ده مناسب مع ده. فاداك ان هنا هي باينه ايه؟ حاجات بسيطة كده. دي كبيرة ودي ايه؟ صغيرة. انما دي دخلت في المزنج جوه، هندي لها امتداد كده كانه شرخ. خدت بالك؟ واحنا ايه؟ شغالين دي مرحلة تانية. الخطوط دي نظيرها؟ لا. ده دي ايه؟ ال 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 الحيطة، الجدار. لما اتغفجت واتبيضت دي هتفضل زي ما هي كده. احنا هنبدا نشرخ في الايه؟ في الحياه دي. اما اللي باين الطوب ده هو الدهن، ده خط ايه؟ بعد ده خط ايه؟ بعد بعد باين كله ايه؟ المفروض كله يقابل بعض. لما نزلت جوا كده صحيح مقابل دي، ولكن ايه؟ وسع من هنا، يبقى ارجع تاني تحكمك بقى القواعد. ده خط فوق رأسي عشوائي. رأسي عشوائي اللي جباله بي ايه؟ بيوزيه طالع ونازل. ده خط لا افق. خط ايه؟ افق. اما ده هو من هو افق. راعي ايه؟ راعي الخطوط البعدية. لو زودت شوية المسطح ده يبان اكتر. ده خط ايه؟ بعد افقي. لازم تفسر الخط، لو ما فسرتوش هتتوه وهتبوظ. ده خط ايه؟ افقي. موازي الخط ده اهو بتاع الطوبه. ماشي. اما الخط ده اهو بعد. لازم يتلاشى مع ده، فشكل لي ايه؟ السمك بتاع الطوبة من هنا. لما ديت السمك بتاع الطوبة بدأ يبان السمك اهو، كل ما ينزل بدأ يبان معاك ايه؟ السمك. من الاخر. خط ايه؟ معلش انا بكرر، انا قايل لكم هنكرر الكلام ده ومفيش غير الكلام. لان هو ده الشوك. باختصار هنكرر لحد ما يتكرر تبقى عرفت. ده خط ايه؟ رأسي عشوائي. برافو. الحته دي خط ايه؟ خط افق. ايه؟ بعدي. لا افق. المقابله اما ده هو اللي بعدها. فهيشكل الحته ده هي ده بعد برضه، فهيشكل الحته دي الطوبه بين الحته دي من هنا من الطوبه ده. صح؟ خدتوه في الحاجات المكسره والحاجات البتاع ديت، ما كانش فاهم يعني ايه خط قبل ما تشده وتجراه. خدتوه ده خط ايه؟ عمود عشوائي. بعد راس عشوائي. ده بعد راسي رأسي بعده عشوائي. خد ده هو ايه؟
افق بعد افق الحته اللي هي الراس افق افق عشوائي لان ما اشوفه برضه ميله هكذا فبينت معانا المسطح ده المسطح ده كبر شويه كل ما بينزل كل ما الكاميرا بتبان بتشوفه اكتر لحد ما ينزل تحت تشوفه اكتر ويبان الكلام ده هناخده برضو لو في بلاط هيبان وبننزل طبعا جوه الطبقه دي وده ايه راسي عشوائي الامام بالنسبه للحته بتاعتي مادي كده الخطوط بنت ازاي يبقى انا خططت الاول اما الملوي ده سهل خالص الملوي ده سهل خالص هنملى طبعا اللي اليم الشمس فاتح واللي اليم ايه اليم الشمس فاتح عايزين واحد بقى ايه يملى لنا الفاتح واحد هيملى لنا الشغل محل الفاتح ده هو لا انا برداون ممتاز انا فاهم التصوير تصويرك حلو في التليفون تليفونك حلو في التصوير تصويرك حلو في التليفون انا اروح فيها النخله بتاعتنا خلاص النخله جت هنا كده وايه وجدرها ايه متدلي في العمود الباقي متدلي في العمود وفي انا كنت ناوي اعمل نخله تانية هنا ايه صغيره منها مقطوعة بعيدة شوية خدت بالك ولكن احنا هنيه هنخليها ايه زي ما تقول نخلة مقطوعة كده من تحت اهو عود ولكنه مقطوع يديك جمال برضو مصداقية برضو ان ايه ايه حاجة مقطوعة وحاجة ايه خضرة وتحت النخلة دوت ايه هلسنة خضرية كده وعليها بعض الورود والنخله دي طالع ايه جريد جنبها زي الجريد جه عليها وراح هناك وجه هنا ومعدي من وراها ومعدي من فوقها ممكن نشوفها هتعمل ازاي سن صخري كده شخبطني لا هنا لا ايه المفروض ده يجري لو انت عامل النخلة دي قبل كده بيتشكل عندك ايه ثقافة ومعرفة بشكل النخلة طب انت ما عملتهاش قبل كده ما يعيبكش انك تشوف الطبيعة شكلها ايه وتحاول تحكيها النخلة بتبقى مثلا ايه البقايا بتاعت الجليد بتبقى هنا حاجة زي جش كده خدت بالك ويبدأ يطلع منها ايه النخلة تحت في نخلة راحة جليدة راحة يم هناك الجليد بتاعها طالعة من ورا الجليدة اللي راحة كده في جليدة راحة هناك قلت في النفس هو تفهم الواد دي كل من نروح يا عم نروح شوف البلد الاول شوف على طول كده من الاول تقعد نايم ماشي انت مشكله ده الجديد اللي انت شايفه من هنا اما ده هي طالعه من وراهم وراحه ايه هنا كده يبقى جريدها هكذا والجريد الثاني ايه هكذا دي جريدها طالع من يم هنا يبقى هكذا وطالع
طالع من هنا جريدة من ورا من هنا طلع ايه؟ عشان في ناس ورا هكذا الجريد الجريده دي الجريب البعينه دي ماشي انما ديت لما رجعت لورا تبين ان هي صغيره المفروض تكبر شويه لان دي اقرب ماشي هنا هو الجريدة راحت من هناك ونزلت على البعيد وده الجديد اللي هو الجرايب اللي في الوش ممكن نخلي الجريدة دي ما طلعتش فوق نخليها وصلت لحد هنا وميلت علينا كده اخرها هنا كده وتبدا ايه لما طلعت جات علينا كده هتبان اكتر لما الغاز بتاعها اهو مفيش غطا نجيب لك علبه من دول السلة لو انت بابات الى حد ما عشان ايه خلايا الزهره قوي تدخل الخضاري حاجة فوق حاجة كده كنا اعشاب بعيدة ونبدأ بعد كده تاني ايه نحاول نعمل النخلة النخلة دي بتتعمل بكذا طريقة اي تلطيش ببان يعني طبعا احنا اتفقنا الايه الاضاءة كلها ايه اضاءة ايه يعني ايه اضاءة من الشمال يا شباب فيبقى كل الغامق والجسور الزرق من ايه مع الايه من علينا الدخل بتاعكم بيبقى فيه في حمار والله يا جماعه تلفوناتكم مصوره يا جماعه طب ايش نايمين وفي اخر واحد يقول يدور على الفيديو بعد دي واحد يصور طب هدي مين ولا مين ده كله نايم ورا تدي الواحد وواحد يدي الواحد كل واحد يدي الاثنين
خليك على كده انت. وبتدمج اللونين في بعض ده. اللهم لا سهل الا ما جعلت سهلا. وانت تجعل حجة سهلا. تاخذ الميه ايه تسهل معك المسائل شويه. ما يزفر. تسحب من هنا تود على هنا. من دي سر الزر وتود على الضوء واحدة واحدة وده هو المعطفات ده هي شكلت ايه عالي وواطي بقى. الواطي المفروض يبقى غامق اهو اهو مش بتحط عشوائي. الواطي غامق يديك انها حزات كده ايه النخلة. وتوزع واحدة واحدة نخلة دولة مش نخلة. ما فيش منع أبدا لو أنت إيه عايز إيه عايز تزود الضوء شوية. الألوان البنيات دي لها سحر يا جماعة سحر. ساعة تحط التلطيشاتها وألوانها كده السمين بتيجي تشخبط ويبان لك انه مشخبط. ده بيبقى عارف هو هيحط الفتح فين ولامب فين وبتبقى رسمه هو عارفها زينك دي. متصور
لا إله إلا الله، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يسر لنا أمورنا يا رب، اللهم لا تجعل عيشنا كدا، وصب علينا خير صبا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم خذ بأيدينا ونوصل إليك أرض الكرام عليك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. انك ترسم جزء زي ده ولا نخله زي دي وهي تبني منظرك عليها وهي تبقى بطل المنظر بألف الألف احسن ما ترسم على راس اليامة وايه وتعبكها. شوف الحظ ده منعطف. ده توزع منه، خدت الجس الظل وتوزع منه اهو. شوف جدر النخلة انا هعمله لك دوت، ارسمه الاول اهو بني واسود بحاجة ورا حاجة. وعليكم السلام. واد بيريق جو. بيت حبي.
عصف نار عادي يعني، خليك ايه بارك اعمل اللي انت عايزه وارجع تصلح تاني لك الرخص مش المفروض تصلحها هيت خلي دي فاتح لانه فاتح معرض للايه الضوء هناك ورا اللي باين من الحته الصغيره دي عملته وارجع اعمل ايه اصلح نخلتي تاني اللي هي ايه وسطى ماشي انا بعملها لك عشان تبقى ايه واسع افاقك بس ما تبقاش محتاس حته ضيقه ومحتاس اعملها وصلحها وزع افصل ديت من ايه مني تبس اعمل نخلتك الثانيه فاهم جاب الخط الجواب وبعد ما تدي الخط خد منه كده لو عملت كده على طول هتلاقي في صعوبة شوية شوية اصفر مع شوية احمر كده عشان الالوان بس تبقى ممتزجة معاك كده حلوة وفيها ضوء تبدا تخش بالايه الضوء الابيض تلاقيه كويس اهو خدت بالك تبدا تاخد من التمييز ايه هكذا وانت ايه هات وروح مية وإيه زفر عشان تنطب معاك العمل كده هل دي بقى بتكتسبها مع الممارسة؟ أهم شيء يبقى عندك خلفية هتحط الفتح فين والغامض فين هتلاقيك أنت دخلت بأسلوب تاني غير اللي أنا بعمل ده خالص بس هتوصل لنفس النتيجة كل الطرق تؤدي إلى إيه؟ السبل إلى صهار من على الصحراوي من على الزراعي على بيتكم فرقة المهم توصل ولما توصل ما تنساش النخلة بتتعمل ازاي ما تنساش تدعيلي ادعيلي بالهداية وخلاص مش اكتر قول ربنا يهديك يا مصطفى اللهم امين ربنا يهدينا ويهديك يا رب يا رب بيبقى فيه تحت كده حته من دي كده راس النخله ونزل بعد حته كده البلح لا مش البلح ده الكرنيف الليف الليف اه الليف بتاع النخله ايوه النخله فيها ليف لا النخله فيها ليف ايوه ايوه صح هو دي شايف بس تحب بين دلوقتي على فكره ده الوحيد اللي ما يجيبش ما يجيبش الوقت قدام بس الناس ابدا ايه عدد هم بكر هتروح في بعض
النخلة بين عليها قديمة اللي فات وقعوا مني. يبقى في شيء من الصفات كده. هذا الملح. جاب النخل. اللهم لا سهل إلا ما جرته. سهلة هتلاقي لها إيه سحر عجيب معك إن شاء الله. جدي دولي في مسطح كده ومسطح رايح وجاي عليك ورايح ورجع راح تاني هون خدت بالك ولف ورا النخلة مسطح كده وأساس النخلة هي أساس النخلة أساسة والجد ده طبعا لف لافف حوالين النخلة زي ما انتوا شايفين. أنا محدده باللصق المقصوص عشان انت ايه تشوفوا تتضح لكم الرؤية خطوط. طبعا كل منعطف من دولة المفروض ينزل منه خط ايه تاني سريدي. هذا أول منعطف ده خط إيه اللي أنا نزل منه؟ لا رأس رأس هذا من الخطوط إيه؟ أساسا ما فيهاش بعد يعني الخط ده هو اللي يعتبر بعدي الخط ده هو اللي بعدي هي كلها حتة يعني زي كتلة وقاعدة طالع منها النخلة بنزل منها خطوط رأسية عشان توصل على الأرض كل خط من ده ينزل منه خطوط إيه؟ رأسية رأسية كده فبيشكل لك الخط الايه الافق اللي تحت اهو بتاع ده بقى ده مخطوطه اهو بقى ده مخطوطه اهو اما ده اهو مخطوط لوحده وده هو بقى مخطوط لوحده بس هون كده شفت المخطوطات خدتوا بالكم اهي فهدي بقى هتبقى عاليه وده واطي يبقى ده الاساس اهو جسر الظل بين الارض والنخله النخله محطوطه حاجه محطوطه على حاجه ده هو جسر الظل اللي ايه اللي بين الارض والنخله اللي انا حددتهم دول اما ده هي جسور ظل ثانيه بين النخله وبعضها القطعه ديت ورا القطعه دي والقطعه ديت تحت القطعه دي ودي فوقهم كلهم ودي الابعد على الاطلاق مهمه جو التخطيطه دي مزبوط خلاص هذا ايه طيب ده هتبقى لون غامق اهو ورايح كل ما تطلع للضوء تفتح اهو وطبعا دي برضو ايه كل ما تبعد كل ما تروح للنور وتبعد عن ظلام النخلة كتلة هنا طبعا ايه دي بعيدة ايه بس طبعا مش هينفع نسيبها كده ده تفسير التفسير العلمي والقراءة لفلسفة الجدر ده واتحكمت انا هطلع بايه واخش بايه اما الواقع هبدا تلاقيني ايه اعملها كده واعشاب كده ومش عشيب اهي عشيب النخل والاماكن اللي جوا دي ايه هنخليها ايه جنب شويه نطلع منها الايه الداخله طالعه دي الشعشيب دهيت نحاول نفتحها العالي بالنسبه للمخطط ده اهو ده جسر ظل بتاعه الضوء بتاعه اهو
حافظ على الغامق اللي بنت حافظ على الغامق جامد زي ما هو. ده طبعا من فوق كده بيبقى ايه افتح شويه، لما فتح بينزل ايه كده اهو، وطول ما انت فاهم ممكن تستغرق وقت شويه لكن هتوصل للي انت فاهمه. زي ما قلت الايد مش مشكله، اهم شيء الفكر، اهم شيء يكون عندك القصد الفني، يعني مش في الايد، ايدينا كلنا زي بعض، لكن هي ايه الفن هي ثقافه في الحقيقه في دماغك انت انت بتطلعها. ده التخفيف ده غامق جوي، غامق جوي، فتحه خالص، بتجيب لون زي برتقالي كده، حمصي مصفر كده، طبعا ده الخط اهو، طالع في الهواء، فتح ازاي؟ اما ده هو بقى يبقى تشوف مصلحتك بقى، يعني يا عم الحاج دايما بيجي يلزق فيها كده خالص. خلي الرصاص زي ما يحط ابيض ابيض، سيب العلبه دي وهات علبه ثانيه، خد الابيض ولا ايه والبتاع معاك كده، وايه ولو حددت الغامق والفتح انت شغال كده تبقى ايه. طبعا دي بقى معرضه للشمس خالص يا جماعه ايه صح؟ فتحه خالص ازاي؟ نور ولا ايه الحته دي برضه؟ الشمس ضربه فوق من الحته دي هي، فاكرين المخطوط ده؟ ده عال على المخطوط ده. ده هو المخطوط ده هو برضه ايه؟ حافظ على الغامق ده، ما تجيش ليم جسر الزر اللي انت عامله، اه اللي هو ده لحد ما بتتعاملش عشوائي يبقى في دماغك ايه؟ جسر الزر ده ما قلتيش عليه، لو انت ما انتش عارف بقى ممكن تيجي عليه. يبقى انت راجل مجلد، شفت رسمه وجلدته. يقوم الرسام المتميز او اللي فاهم عارف انت ان دي مش شغلك، انت مجلد. مجلد بغير علم. ويعرف انت مجلد برضه بس بعلم. وساعات يعرف ان انت ايه؟ مبتكر الرسمه دي من خلال بعض الايه المعلومات اللي زي ساعات يجي واحد ينقدنا الرسامين الكبار على الملأ ففوز يقول فلان جه نقدنا، بقول هو عارف حاجه، فكنت انا ارد على 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 فوزي واقول لا ده هو كلامه صح مش كده فوزي، اقول له ايه لا ده فاهم جوي وعارف هو بيقول ايه. في بعض الرسامين بيبقى عايز يحدف لك حته كده يقول لك انا فاهم اللي في دماغك. واخش على ايه؟ عشان يديك التدريب، ما يبقاش فاتح مره واحده وداخل ايه؟ غامق مره واحده. غامق مره واحده، لا تدريب يعني. غامق افتح. اللهم لا سهل الا ما جعلته، اللهم امين يا رب العالمين.
العمق هو صابر هنا الحقيقة. فددك الحتة دي كناية قاعدة وفتح زي خلفية كده بعد واحدة طلعت إلا راحة من الله السلام دي هيدلها فين ولا فاك من نوع عوده وانت مش عارف هيدلها فين يلا الحاجة الفايح مشطوفة اه ما قدت اشير عن اسمها راحة واحدة جاية عشوائي شغل عشوائي ما هو الشغل على الدهارة مش زي الحيطة برضه أيوة بعد واحدة هي تبقى تجيلة شوية اللي هي قريبة
طبعا خدوا بالكم بس مش هنعمل دي لما نعمل واحدة كمان طلع هنا اهو الوانها واضحة تحدي الشيخ والله من ورا حاول تتحرك يا عم قوم يا عم حرك قوم يا عم بس السودانيين يا عم قوم يا عم يبقى في مجال معك كسل زي السودانيين كسل لا والله عشان يبقى عنده مجال يشتغل هو السودان عايز حد يزقيه حاول تاخد لك زاوية شوف لك زنقورة شوفوا بقى الحتة اللي جاية ديت مهمة قوي مش قال مهمي شوف خشبيه اسمر دي جاي علينا هنا كده زل ده سي جريده طالعه من ورا كده وجاي علينا مكسر صح دي جاية كده بايه خلاك طلع من هنا خالص والعماق دي كده العماق العماق اهي وطبعا ايه الشجرة دي كأنها طلع من وراها يعني. طيب لما طلعت من وراها سيبها تنشف شويه عشان هنعمل ايه واحده جايه عليها هنا اللي انت حطه اهو هو ده ندي اعلى حاجه في النخله ايه جاي عليك طلعت كده وجات كده جات عليك كده جات عليك خالص كده جات دي جات عليك اهي اهي طبعا النخل الجليد بدا يجي عليك كده جت عليك وهنا ايه افتحها شويه افتح اكتر الوانها اوضح لانها ثابت الكل وجت عليك افتحها من فوق برضه كمان شويه عشان تبان اهي باين ان هي جعلت باينه تمام طلعت وجات ايه اصفر وابيض
تداخل حضاري حاجه ورا حاجه. طيب تحت بقى ندي شويه ايه دي ميه. انا شكل الفرشه في نفس الوقت تربطها بالحيطه عشان تستقبل. ما فيش حاجه ولا قوم اقعد يد الشيخ. بس منه ما تتمطع الاول انت مطلع براحتك. تعال جاي شوي تعال جاي. حاولوا خلوها ايه دايم حلقه 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 ودماغ ورا دماغ دماغ ورا دماغ عشان تجرب. السودانيين كتروا هنا شيخ. عايزين نشيلوا الشجر ده عشان نقول المنصب. الشجر ده مزول الدنيا. عمك اسماعيل والجرجر ده اللي احمد جرجر مزول الدنيا في التصوير. الشيخ اقول تبع اللي ضحى بها. لما احنا نقول الشيخ عمل هيك. اللون ده انا بلشته. دي اللي انا بشتغل بيها انا بلشته. حطكم في الكلام يا ماكس ماين هذا اللي حب الفرقه لا ما هم فاكرين دوك ولا ايه؟ لا ما بصيرنيش ممكن والله هذا اللي حب الفرقه نيت بحب عمك اسماعيل بس الشجره لا اسماعيل بدي زولانا في التسويق والله ما نقول الشيخ عمل الشجره ده لا عشان نحدده دي كانها ايه؟ لا يخليها حاجه طالعه من الارض كده كلكم شايفين بالنسبه لل طب نكمل ده بس عشان ما تنساش. نحاول ندمج ايه الوان نعمل في ده خضر بتبقى راحه يمين وشمال مش في اتجاه واحد اثنين والله تقلقش ده احنا نضحي بالفرشة عشاني ايه نقول خليك حنية ترمي مدام الرواح ما زي شيخ ده مع واحد جنبي سلم يدك عم مصطفى الله يسلمك سلم يدك يا فنان الجميل الله يسلمك طبعا شديد يبقى هناخد منك بعض الاوراق
قالوا ايه؟ زل زل مناسب للرمل. أول جزائر الورق ثم إيه؟ أما هذا ما فوق إيه؟ تقوم مدي شفت واتش اللون ايش ايه وما فيش بحب فش زي فاتح وتطلع برا برا ادي افتح شوي بعد ما اديت له الظل المناسب عشان تديك المتخللات دي كانها شفتوا النجيلة والمتخللات اديكم الزقير زي الخضرة مع بعضها مع الحواس اللي احنا حصلنا مع ايه؟ مع بعض ال النباتات برضو الايه؟ تلاقي بعض النبات كده ايه؟ غريب Thank you.
النطش اللي تشنضط تشنضطه ده الجنجبيل الاخضر وايه واخدنا تديك ايه